اهلا وسهلا مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج موعدنا شباب. كل يوم بنكون معاكم على تلفزيون الان وبنكون كمان معاكم على الراديو راديو الان، هتقدروا تسمعونا لايف. كمان بنكون معاكم لايف على اليوتيوب. موعدنا شباب كل يوم بمواضيع مختلفه وجديده، وبنتكلم في كل حاجه، في الرياضه وفي الصحه وفي التكنولوجي، كل المواضيع اللي بتهمنا كشباب بنتكلم فيها، وبنطلعكم على كل الجديد عن طريق الترندنج نيوز واللي الناس بتتكلم عليه في السوشيال ميديا. كمان بيبقى عندنا فقره كده بنلعب فيها لعبه سريعة، وعندنا كمان سكتش، وبنتكلم على ادوار النجوم والصحة والجمال. مش عايز اقعد اكرر اللي احنا بنتكلم فيه، بس بنتكلم في حاجات كتير حلوة بتهمنا كشباب. وعندنا موضوع كل يوم للحلقة بنناقش فيه بعض، وبنناقشكم كمان فيه عشان انتوا تتواصلوا معانا عن طريق رقم التليفون. النهاردة السؤال بيقول: لو الزمن رجع بيك لورا، ايه اللي كنت هتغيره؟ ايه اللي كنت هتحب انك تعمله بشكل تاني؟ في ناس كتير تقول نعم او على شو تندم من اللي انت عملته قبل كده. تقدروا تكلمونا على الارقام اللي بتظهر على الشاشه قدامكم. وانا محمد عنبه، ومعايا مها محمد وشهناز وكمان ريم. كلنا بنكون بنتخانق شويه كده مع بعض، طبعا بطريقه صحيه وطريقه جميله، بس تحت الهواء بنبتدي نتنرفز. عندنا مواضيع مختلفه النهارده. مها اتكلمنا ايه يعني اللي بيحصل لو امتنعنا عن شرب المياه لساعات طويله، خصوصا في شهر رمضان، ايه اللي بيحصل لنا. كمان اتكلمنا عن فكره الباحثين بيدوروا على ايه او بيشتغلوا على ايه الفتره دي. شكرا. اروح انا اليوم راح اتكلم عن طبعا معروف انه في رمضان عشان ما نشرب مي كثير فبشرتنا بالتالي يصيبها الجفاف، فمن اهم في فواكه نقدر ناخذها عشان بشرتنا ما تتاثر خلال هذا الشهر. اهم هذه الفواكه هي نقدر البرتقال، مفيد لانه يحتوي على فيتامين سي وفيتامينات كثيره طبعا، بالاضافه الى التفاح، الاناناس، الكمثرى، البطيخ او الشمام. انتوا ايش تقولون عنه؟ البطيخ شمام اللي هو الكنتالوب. الكنتالوب هو ده. الاناناس برضو نفس ما احنا شايفين على الشاشه، العنب كذلك، الجريب فروت، العنب البطيخ، كل هذه. هذا نحن بنقول له جبس. نعم، بنقول له جبس اللي هو رمان. لا، البطيخ بتقول له جبس. جبس دي اول مره اسمعها. رجي يعرفها بس جبس اول مره. جبس كله جبس يا جماعة، بالأنواع العنب المختلفة كلها تحتوي على الفراولة. نسينا الفراولة اللي هي أهم شيء في الحياة صراحة، لأنها تعطي ترطيب قوي للبشرة. وكلها ده شمام. شمام تحتوي هذا من قلوب كمثرى. هذا تقولوا له بطيخ. الشمام تقولوا بطيخ. أنتوا عكس الناس. كلها لا يعني سوين، معلش انا اسف بقى، يعني انت متداوله الكلمه دي. كانت البطيخ يعني متداوله. احنا عندنا يعني بس انتوا عارفين ان البطيخ هو الاحمر ده بيتقال كتير. لا، حتى بالعراق البطيخ هو الشمام. ايوه، البطيخ هو الشمام، وهن الرقي. نحن في مناطق عندنا بيقولوا رقي، بس رقي احنا بنقول جبس. جبس. انا نفسي اعرف القصه وصلت ازاي. على وزن الجبل شيء زي كذا تحس. صح، ماشي كمان. لا بايخة؟ اوكي، نروح للموضوع اللي بعده. كملي فقط. ليش يا جماعة اليوم ما فطرت زين والله العظيم، فعشان كذا. الموضوع الثاني ارجوك ممنوع. الموضوع الثاني اتكلم فيه اخر العلاجات اللي وصل لها الباحثون في علاج السمنة. هو تقنية جديدة يقدر الدكتور فيها من خلال انه يشل العصب اللي مسؤول عن الجوع، اللي يعطيك اشاره للدماغ انه انت جوعان. وين هذا يجي يشل لنا؟ هذا لسه جديد. ف اللي يوصل اشاره الى المخ ان انت تبغى تاكل، فبالتالي انت ما راح تحس بالجوع. بس هاي يعني خلص ابدا ما تحس بالجوع؟ لا، مو ابدا، لانه انقطع العصب. لا، هو ينشل لفتره معينه، يعني عرفتي يشل فقط، شل عصب ثاني بالغلط. لا 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 لا, 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 لا. هاي بتاخذ براءة اكيد دكتور يعني. فبس طبعا يعني صعب قوي. صعب يعني ما حبيتها. يشل حاجه في المخ يعني، في النافوخ يعني. انا ما عندي مشكله عشان ابقى ابطل اكل. لا يعني ما عشان الاشاره ما توصل الى مخك وتقولك انك انت جوعان. انا فاهم. بطل احساس الجوع هذا عندك دائما. بس طبعا الدكاتره قالوا ان هذا ما يصير الا مش حالات السمنه اللي مره متاخره، الا الناس المتوسطين يعني في السمنه.
يعني الحاله تستخدم للي عندهم حاله صعبه فده ممكن يكون علاج لا مش للي عن مش للي عندهم سمنك آه الوسط طب ليه اسالهم لا اقصد بتهيالي اللي مثلا بيعاني من البدانه او السمنه زي اكيد يعني. في اسباب طبيه يعني بس انه هم قالوا انه هذا الشيء او هذه التقنيه لسه ما عملوها بس هي خلاص يعني في المراحل الاخيره اعتقد انه اول حاجه بس نرجع البطيخ والشمام الخناقه اللي كنا عايزين نعرف بتوصل للبلد ازاي الاسامي مختلفه حد فيكم فكر في الموضوع ده يعني بحب قوي جدا ام علي اعرف قصتها ايه ليه اتسمت الاكله دي ام علي صوابع مش عارف ايه لقمه القاضي ليه اسمها لقمه القاضي بس البطيخ وصل لسوريا شمام بس انت ما تفكر ان هو ليش من الاساس اسمه بطيخ يعني انت انت يعني هو ممكن يبقى اصله شمام لا في اعتقادك ان هو بطيخ خلاص الكلمه صح بس هي ليش اصلا بطيخ من البدايه لا دي بقى نرجع لايام الفراعنه اصلا كانت تيخه رنجي بقى اصل بقى الكلمه خالص ما دي كلها بتبقى راجعه لغات تانية يعني في كلمات كتير متاخده من مثلا اللغه التركيه اللغه الاسبانيه اللغه اليوناني والهيروغليفي ممكن يكون تاخد منه بعض الكلمات تعرف ايه هيروغليفي مين ده اللي هو بتاعه الفراعنه اوكي اوكي كلها رسومات سهلوا على نفسهم جدا الموضوع ده كتير لا اما بالنسبه للموضوع الثاني هو موضوع يشل العصب فيا جماعه هذه اخر التقنيه اللي حاب يشل العصب فقد الامل اللي فقد الامل وان شاء الله تشل بالضبط سمعتي ايش سؤالك اللي فقد الامل يتجه للشلل لا يعني مو الشلل بالضبط احنا بنوضحها للمشاهدين عشان هتلاقي على السوشيال ميديا الناس كلها بتكتب مذيعه بتطلب بالشلل لا ماكس هاتكفى خبر ازاي تنقص وزنك شل نفوخك شل نفوخك هو مش نفوخه هو العصب يقولون هو موجود في المريء في اول المريء فهو هي هذه التقنيه بواسطه ابره من الظهر تدخل وبالضبط شيء يخوف بس انه اللي يبغى شيء طبعا اللي بنشوفه من عمليات تجميل وغيرها من حاجات ممكن ناس تعمل كده وهي أكيد. ولا فرق معاها تماما ما عندهاش اي رعب بالضبط. من لا انا بحس العالم بتخاف من هدول الشغلات اكتر من ما بيخافوا من عمليات تجميل تصدق اللي هي في ناس بتاخذ ريسك التجميل اكتر من ما انها بتاخذ ريسك انه ضعف حالها هيك على فكره الريسك التجميلي كمان كتير عالي لانه حتى البوتوكس اذا ما كانت تقنيه صح ممكن تشل عضله بوجهك ف يعني وجهك هذا بالنهايه يعني ما مسحه ومعروف انه البوتوكس هو يشل العضله عشان ما تتحرك هي الماده اللي بتشل العضله كرمال يا تخفف مكانها او تشيل رينكلز معينه احنا لسه عندنا مواضيع كتير مختلفه انا بعد شويه هكلمكم على اعلى الرواتب للمدربين المشتركين في كاس العالم كمان هكلمكم عن فعاليات موجوده في السعوديه المشاهدين من السعوديه يعملوا ايه في رمضان هحكي لكم على الخناقه اللي ما بين سناب شات وفيسبوك مؤسس سناب شات وفيسبوك يا ترى متخانقين ليه او ايه اللي لهلا حصل فصال كده وكمان هحكي لكم على انجاز جديد موجود في بلدنا الحبيب الامارات وخصوصا في اماره دبي وبفكركم بسؤال الحلقه سؤال الحلقه ايه الشيء اللي انت ندمان عملته زمان لو رجع بيك الزمن ممكن تغيره ممكن تتواصلوا معنا عن طريق الارقام اللي بتكون طب موجوده انت جاوبنا. عندنا انا الشيء اللي ندمت عليه ان انا ما يعني ما التحقتش بالاعلام او بدراسه الاعلام من بدري درست متأخر يعني كنت في الأول في الجامعة كنت خايف جداً من مع أني كان كل الناس بتشوف أنه روح أنت شخصية يعني باين عليها أنك بتحب التلفزيون والراديو وكلام ده كله بس كنت خايف وقلت أمسك في اللي هو عارف أنت إيه اللي تعرفه أحسن ما تعرفوش فدرست المانجمنت والبزنس والماركتينج والكلام ده كله في الأول فلو رجع بقى الزمن لا أدرسها من الأول يعني بعديها الماجستير هو اللي عملت فيه التسويق الإعلامي والكلام ده كله فعرفت منه الإعلام أنتو حاليا ماكو شيء ما فيش حاجه كله ماشي تمام ما بحب افكر فيها انه ارجع يعني. لندم ايه انه خلص انت بالنهايه هذا شيء مكتوب وبدك تعيشه المهم انك تتعلم الدرس امبارح بس هرجع لموضوع امبارح سريعا لما كنا بنتكلم على الشخص الافريقي اللي من مالي اللي أيوة. انقذ الطفله في النهارده كمان فيديو متداول على شخص سعودي انقذ طفله برضو في السعوديه وامبارح كان احد المشاهدين اللي اعرفه اصدقاء يعني كان بيتفرج علينا فقال لي انت هو حاضر معايا فعلا انا زمان كان في طفله اختفت في شاطئ عام يعني
وانا طلعت اجري ادور عليها وانا اللي لقيتها ورجعت الهيرو اللي لقى الطفله دي. فانت ما حكيتش ليه الموقف ده. طيب لسه مكملين معاكم قصتنا ومواضيعنا وحواراتنا، وعندنا زي ما قلت لكم بعد شويه هحكي لكم على اعلى الرواتب لمدربين كاس العالم، وهحكي لكم كمان على فين تروحوا في السعوديه، وهنتكلم على كمان الخناقه اللي بين سناب شات وفيسبوك وغيرها من المواضيع. استنونا بعد الفاصل السريع ده وهنرجع نكمل معاكم مواضيعنا وارقام التليفونات بتكون طالعه. ويلا بينا. مكملين معاكم مشوارنا في موعدنا شباب. كل يوم معاده بيكون من 6:30 للساعة 8، بنتقابل لمدة 1:30 نقعد ندردش مع بعض في مواضيع مختلفة، وكمان بيبقى عندنا تريندنج وابديتس واخبار مختلفة من كل مجالات الحياة زي الصحة والتكنولوجي والرياضة وغيرها 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 وغيرها. النهارده ان شاء الله نعم لا لا ولا شيء لا ولا شيء. انت لسه عامله اعلان بسبوسه دلوقتي هكسر الدنيا هينزل تابعوا بالاعلانات. عندنا فعاليات كتير موجوده في بلدنا العربيه خصوصا في شهر رمضان، بيكون في فعاليات مختلفه في السعوديه مثلا، في شويه فعاليات حلوه جدا زي في فعاليات رمضان في حارتنا، والفعاليه دي بتكون فيها طابع ترفيهي حلو جدا تقدروا تحضروه. كمان في فعاليه جميله جدا وهي ايام زمان، بيبقى فيها شويه شكل كده من اشكال زمان. شايفين الصور فعاليات دي بتخلي الواحد بالليل يغير من نشاطه كده وفي مود الشغل بالظبط. فكتير من فعاليات اللي ممكن تحضروها الايام اللي جايه، خصوصا ان خلاص تقريبا احنا في نص رمضان، فاضل 15-16 يوم او 14 على حسب ما احنا. فدي من الفعاليات. كمان في فعاليه جميله جدا اللي معرض شلكي رمضان، وده لثالث مره بيعملوه، هيكون فعاليه حلوه جدا تقدروا تحضروها. لما رمضانيه ده برضو حدث ترفيهي جميل مميز في شهر رمضان الكريم، وبيكون في المملكه بيستهدف كافه العوائل او كافه الاعمار، الاطفال بيروحوا والكبار الاسر كله يقدر يروح ويستمتع. كمان عندنا اخبار تانية انه برج خور دبي خلاص من بلدنا الحبيب بقى من السعوديه ننتقل الى بلدنا الحبيب الامارات. انتوا عارفين انه هيبقى في برج اطول من برج خليفه، يعني متهيألي كلنا عارفين. النهارده تم الاعلان عن او امبارح انه بشكل كبير القاعده تم انجاز المصب الاساسي، وهو الارقام اللي فيه كبيره جدا يعني لان هو اهم جزء يعني هو الاساس. الاسمنت اللي محطوط اللي انتوا شايفينه ده 120 طن اسمنت، ده طبعا عشان يقدر يكون القاعده هي اللي هيطلع بالظبط، لانه هندسيا اول وعارفين بيتم الحفر ويصب الخرسانه وتثبيتها في الارض باستخدام الحديد والاسمنت، ولازم تكون بكفاءه عاليه جدا عشان هيطلع بقى البرج اللي احتمال نشوفه يعني قريب 2020 بس. فالفكره كلها انه يعني الواحد بيفرح لبلدنا الحبيب في الانجازات الجميله في النهايه بالظبط. تعودنا بالضبط انه دبي يعني ما شاء الله كل الاشياء الغريبه والحلوه والفريد من نوعها تكون موجوده في المباني، يعني وانت ماشي وين ما شاء الله وين ما تلف يمين يسار تلاقي هذه الاشياء الواحد يكون فخور فيها انه هو عربي والحمد لله عايشين هنا في الامارات. وبعدين هتلاقي الفكره كلها انه زي برج خليفه اول ما اتعمل كان مستنيين يحصل، شفنا قد ايه فعاليات تمت من خلاله وقد ايه اتنشط السياحه بشكل كبير بالضبط. جدا من خلال البرج وارتفاعه، وكده هيبقى عندنا اطول برجين في دوله عربيه في العالم كله. بعدين عارفين مين المركز الثاني والثالث والرابع وكده؟ لا مش عارفين. لا ايفل لا، بس المعروف جدا طبعا التاور اللي هم التوين تاور في ماليزيا، في كمان اللي في السعوديه برج مكه بالظبط. لا ده يعتبر ثاني واحد ثالث واحد، هتاكد لكم المعلومه. فدول من اطول الابراج طبعا، بعد كده بيجي بقى بتوع كندا ونيويورك ودبي. همنا موجود اطول فندق بالعالم بالظبط، كان لاست يير يعني السنه الماضيه كان همنا نفس يعني فندق اطول واحد كان بدبي، بعدين الجديد بس بمتر واحد اقس اعلى منه بس بنفس البلد دبي. وفي كمان اطول برج حلزوني في العالم موجود برضو في دبي في دبي مارينا. فيعني كلها اشكال بتدي طابع للمدينه مش عارف مين كان من صحابي من فتره هنا، فكان اول مره يجي دبي، فاول ما نزل من دبي قال لي تعليق حلو جدا،
قال لي انا حاسس ان انا في 2040 يعني هو ده اللي حاسه هذا الانبهار اللي انت لما تشوف لما تنزل في الشارع وخصوصا اللي حتى والله اللي موجود في دبي ودايم يجي حتى كل ما تجي دبي ترجع تطالع كذا كانك اول مره تشوف المكان صح صراحه صح صح. من الانجازات ومن الفعاليات ننتقل الى بقى عندنا الفيسبوك سناب شات ويعني في انت عارفه الواتساب والانستغرام وفيسبوك بقوا فريق مع بعض خلاص أيوه. وسناب شات هو لوحده فالمنافسه أيوه. بينهم قويه فسناب شات المؤسس بتاعه طلع قال او كان بيسخر من الفيسبوك وبيقول يعني احنا بشكل كبير نفسنا الفيسبوك يقدر يحافظ على بيانات مستخدميه زي ما احنا بنحافظ وهنا بيلعب لعبه يعني زي اي بيزنس في العالم بيكون أيوه. فيه خناقات ما بينهم فهو اعتقد ان هم بيضربوا بعض بيضرب على الوتر الحساس بالظبط لانه كلنا عارفين التسريب المعلومات اللي حصل من فيسبوك والكلام ده كله فحبينا نحكي لكم على الابديتس بتاعه السوشيال ميديا كمان عندي موضوع حلو قوي عايز احكي لكم عليه والقيلوله وانبه وافكر وافكركم وافكر نفسي اهميتها ازاي وقد ايه كنا في بدايه رمضان حكينا عنها ان هي لازم تكون 20 دقيقه من 15 ل 20 دقيقه قيلولة سريعة كده تخليك ريفرش اه في ناس قيلولة بتضرب معاها 3-4 ساعات ده ده انا وفي ناس يوم كامل يعني ومش عايزة اوريكم منظر شهناز لما بتكون جاية ضربة قيلولة طويلة بيكون مين تفنون برنامج ايه اللي انا جاي اقدمه ونبتدي نفوق فيها صح ريم انت بتقودي انت العملية نعم هنفوق ريم النهاردة شكله اليوم انت هتفوق ريم فعلا عامة هي بتكون فرصة ان انت تجدد نشاطك في رمضان وفي الصيام فحاول تلتزم بالقيلولة او تقدر كل يوم يعني 20 دقيقة سريعا كده تغير لك من المود من يعني النصيحة دي للرياضة كاس العالم اتفقنا ان احنا هنتكلم كل يوم عن حاجة عن كاس العالم امبارح اتكلمنا عن برازيل النهاردة كنا المفروض هنتكلم على ألمانيا بس انا هحكي لكم حاجه ليها يعني علاقه بالمانيا المانيا المدرب بتاعها بيعتبر اعلى راتب في كاس العالم هو اللي هيبقى حصل على اعلى راتب في كاس العالم وفي بقى ترتيب لمدربين كاس العالم وقد ايه بيحصل على رواتب طلع المدرب المصري رقم 11 في الترتيب اه بالظبط ده هيكتور كوبر المدرب المصري هو في ترتيبه 11 وبياخد حوالي 1.5 مليون يورو مدرب البرازيل اتكلمنا عليه امبارح تيتي برضو من اعلى الرواتب مدرب فرنسا يعني من المدربين برضو اللي هم ده لينوف مدرب المانيا وهو برضو من المدربين الأقوياء جدا وقاد ألمانيا كذا مرة للبطولات وهو يعتبر أعلى راتب وصل كم؟ ألمانيا لمرتين على التوالي أخذت الكأس العالم مو؟ زمان لا أسبانيا وبعد كده ألمانيا بعدين رجعت كمان لا أسبانيا بعدين ألمانيا بالضبط فالفكرة كلها أن طبعا المدرب والراتب لأن احنا دايما نسمع عن أسعار اللعيبة كما المدرب ما بيبقاش ليه سعر يعني ما بيتمش شراء المدرب زي اللعيب فالفكره كلها ان هم بيكون رواتبهم بقى عاليه يعني بتكون رواتبهم اعلى من اللاعب ساعات او ساعات تكون طبعا اقل الفكره كلها انا ساعات بقعد افكر لو انا لاعب مثلا زي كريستيانو وميسي سعري 200 مليون مش عارف الارقام اللي بنسمعها دي كلها ازاي هاخد تعليمات من مدرب بياخد مليون يعني يا عم اجري لها بعيد بس تبقى طبعا فيها يعني شكل معين والمدرب في النهايه هو اللي هيقعده فمش هيخليه يلعب فلانه فبالتالي ما هتجي ال 200 مليون بالظبط بس في النهايه يعني الموظف بياخد على المدير معلش خلينا اصدقاء مشان ال 203 مواضيعنا لسه مكمله معاكم وهنطلع بريك سريع ونرجع نحكي بقى اكتر لسه عندنا طيب مش هنتكلم شوية عن فعاليات تانية وهنتكلم أو معنا اتصال مع الفنان خالد حلمي عايز أحكي لكم عليه بس قبل ما نطلع الفاصل ونرجع نكلمه الفنان خالد حلمي شارك في The Voice وهو كان اشترك في بعض المسابقات قبل كده هنكلمه وندردش معاه كتير كانوا متابعينه على السوشيال ميديا وكتير شافوا اللي كان هو وصل للنهائيات بس ما ربحش أنا مش فاكر اسم اللي كسب The Voice آخر واحدة من العراق صح؟ العراقية دموع بالضبط كان صوتها رائع طبعاً لا خلاف بس هو عارفة دايماً في البرامج دي بيحصل مناوشات كده سريعة وفي فيديو هنشوفه سريعاً كده للفنان خالد حلمي ونرجع نكمل معاكو جهز الفيديو أوكي حكينا قصصنا وأحوالنا قلنا
دي كانت لقطة من The Voice. في لسه لقطات هتشوفها تانية لأن هو خالد حلمي في اتنين فنانين كبار إليسا وهيفاء وهبي شكروا فيه بشكل مختلف وشكروا في صوته بشكل مختلف. بقى نحكي طبعا معاها الهوى على القصة دي بس أنا كمان عايز أوريكم القصة دي كمان نعرف كواليسها أكتر منه وياريت نعرف نوصل لدموع كمان الفترة اللي جاية ونقدر نكلمها وتحكي لنا أكتر. عايزين نكلمهم كلهم أصوات رائعة أصوات حلوة هم كل اللي تأهلوا للمراحل الأخيرة صراحة من أروع الأصوات وحتى المحكمين نفسهم أو الحكام يعني بتوع The Voice أو أي من البرامج بيبقوا حاسين إن هم في ضغط جديد إنهم يختاروا مين صراحة فعلاً إيه في ضغط كتير جديد صاير. أنا عم حس حتى ب The Voice Kids عم بنصدم بكمية الأطفال اللي أصواتها يعني مثل اللي عمره 20 سنة و30 سنة ومتدرب شيء طيب. خيالي. احنا بعد شوية هنرجع لكم تاني بس عايز افكركم بالسؤال بتاع الحلقة. السؤال النهاردة بيتكلم لو ندمان على حاجة قبل كده عملتها او لو رجع بيك الزمن هتعمل ايه في حاجة تغيرها او ترجع تعملها ازاي تاني. كلمونا على ارقام التليفونات تظهر لكم على الشاشة. هنطلع لفاصل ونرجع لكم تاني. يلا بينا. مكملين معاكم مشوارنا في موعدنا شباب وزي ما انتوا عارفين دايما عندنا فقرات مختلفه وفقرات متنوعه بنتكلم على كل حاجه في كل مجالات الحياه. وامسك نفسك يا جميل. والنهارده بنتكلم كنا عن بعد اجور المدربين والاعلى رواتب في كاس العالم هنتكلم دلوقتي عن خالد حلمي الفنان اللي هيكون معنا على اتصال بعد شويه. عايزين بس نعرف الجمهور كان من المشاركين في ذا فويس وعمل شوت ضجة. شفنا له فيديو من شوية عن The Voice هو بيغني بس عندي فيديو تاني عايز أوريه لكم في مسابقة قبل The Voice هو كان طلع وهيفاء وهبي كانت من الحكام في المسابقة دي وأعجبت جدا بصوت خالد بس وقالت معنا الفيديو جاي صح؟ طيب تعالوا نشوف الفيديو وبعد كده نرجع نكمل عشان عايز أوريه لكم الأول. خالد انت صوتك كتير حنون اكيد قلبك طيب يا خالد من صوتك مبين والحلو فيك خالد انه صوتك قد ما يعلى ما عم يفقد الحنان. في ناس صوته عالي بيوصل بيقدر يوصل لطبقات عاليه بس بيصير صريخ شاطرين بس انت في حنان ما فارق صوتك لاخر نوتة. برافو. هو الفيديو فيه لقطه كمان كانت بتقول صوتك يعني عايز اخده في حضني او قالت او كده يعني جد ما حنون يعني. اللقطه دي كانت لقطه تاريخيه في خالد يعني انا فاكر بعديها كلمته وقلت له يا خالد النظام وبعديها طبعا في The Voice قدر بقى يتصور مع إليسا ونزلها عنده على انستغرام كل الناس برضو يا عم إليسا وهيفاء وهبي هو وصل للمرحله النهائيه بالظبط وصل المرحله النهائيه وكان انا كنت شايف ان الثلاثه المفروض يكسبوا يعني من حلاوه صوتهم فعلا صراحه هو صوته مره حلو. طيب خالد معانا على التليفون. ايوه خالود. يا هلا بقى اخبارك ايه عامل ايه حبيب كله تمام اول حاجه كل سنه طيب ورمضان كريم وانت طيب ورمضان كريم على كل اللي معاك في الاستوديو وعلى كل المشاهدين اللي بيشوفونا النهارده علينا وعليك علينا وعليك يا رب ربنا يخليك. كلنا مستعدين ليك باسئله عشان نفسنا نعرف شويه حاجات كده وكواليس هتقولها لنا يعني هتقولها لنا انت معاك واسطه النهارده كل اللي انت عايزه. ريم وما وشناز من كنا متابعينك كلنا على The Voice شفنا طبعا يعني اول حاجه انا عارف انه دايما بتحصل في البرامج اللي بتستكشف موهوبين مناوشات في الاخر كده عن لا ده اللي كان احق ده اللي كان يستاهل تعليقك ايه بدون دبلوماسيه يعني مش عايزين الرد اللي هو عايزينك انت تقول ها. بص طبعا من ساعه يمكن ما The Voice خلص وناس كتير قوي بتكلمني وايه رايك وشايف النتيجه كانت فير ولا مش فير والكلام ده كله هو طبعا يعني الناس بتبقى دايما عايزه اجابات اللي هي قويه وكده بس والله الحق يقال يعني هو في مرحله زي دي لما توصل لنهائي برنامج زي ده فكل المتسابقين اللي بيبقوا موجودين بتبقى مستويات متقاربه جدا 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 وبتبقى المنافسه صعبه جدا جدا فبس كل واحد فينا طبعا كان جواه
حلم ان هو يكسب بشكل كبير جدا، والحمد لله انا كنت كل مره كمان بكسب بتصويت الجمهور، فكانت الناس مستغربه شويه ان انا في اخر مرحله مع نفس يمكن المتسابقين اللي كنت معاهم قبل كده اللي كنت بكسبهم بالتصويت ما خدتش تصويت الجمهور. بس هي دي لعبه، لان المستويات في الاخر كلها متقاربه جدا جدا. بس هي طبعا اكيد يعني تجربه الواحد عمره ما هينساها، والحمد لله ان هو قدر يحقق منها نسبه جماهيريه كبيره يعني. طيب خالد، في كمان من الحاجات اللي كنت لسه بحكي لهم عليها ساعة المسابقة اللي قبلها لما هيفاء وهبي كنا شفنا مقطع من الفيديو سريع. الفيديو ناقص حتة صح؟ أهم حتة كانت ناقصة. قالت إيه بقى؟ أنت فاكر ولا مش فاكر؟ فاكر، هو دي حاجة تتنسي. حافظ. عايز أقول لك إن هو إحنا كنا ساعتها برضه في نهائي البرنامج اللي هو ذا وينر إز، وبقى المفروض احنا مخلصين البرنامج والناس كلها يعني بتتكلم مع المتسابقين وتبارك لنا او تحمسنا وكده، فكلهم سايبين كل حاجه، وهي ايه اللي هيفا قالته لك ده، وتعليقك ايه على اللي هيفا قالته. فالموضوع تحول تماما مع كل حتى اخواتنا الصحفيين اللي كانوا موجودين للسؤال عن هيفا. طبعا هيفا دمها خفيف جدا جدا طبعا، فكانت يعني حركه منها كده على الهواء، بس بصراحه حاجه من الحاجات اللي ما تتنسيش يعني. وبعديها اليسا، وبعديها إليسا. ودي بقى دكات اللي عارف انت اللي هو ايه، انا اصلا اول ما دخلت ذا فويس كمان، فاللي هو لما رحت فريق إليسا بدات الناس تكلمني ان هو انت ايه حكايتك بقى، هو برنامج هيفا وبرنامج إليسا. اكيد كل اصحابك يحقدون عليك. والله غيرانين منك. كل شويه حد كل شويه حد فيهم يكلمني مثلا، هو انت إليسا جنبك؟ مثلا جنبي. طب اديني اسلم عليك يعني. بدات بقى الحاجات تبقى الأسئلة تبقى متركزة أكتر على وجود هيفا بكده وإليسا دلوقتي. بس طبعا يعني النجوم كبار يعني الواحد يتعلم منهم كتير يعني. طب والفترة اللي جاية بقى ناوي تعمل إيه؟ عشان ده السؤال الكليشيه اللي لازم نسأله. بالظبط. بص أنا الفترة دي في رمضان إحنا عندي حفلات كتير قوي، سواء لوحدي أو حتى مع فرقتي اللي أنا بنتمي ليها. والفترة اللي جاية إن شاء الله غير فرقة ابن الحلوة طبعا، والفترة اللي جاية إن شاء الله بحضر لحاجة تنزل على العيد. غالبا تبقى سنجل او اثنين يعني، لسه مش مستقرين، بس ان شاء الله اتليست هيبقى فيه اغنيه واحده تنزل على العيد. واحتمال حاجه كمان تبقى مع يعني ملحن اسم كبير جدا يمكن من اهم الاسماء في الوطن العربي، هيبقى فيه برضه بينا تعاون. فلسه التحضيرات شغاله كتير دلوقتي، وان شاء الله على العيد يبقى فيه كده حاجه مفاجاه حلوه للجمهور الناس تتبسط بيها ان شاء الله. هل هي هتكون ليها علاقه بكاس العالم؟ لا 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 اصل في ترند دلوقتي كله بيغني عشان طبعا اشتراك المنتخبات العربيه في كاس العالم. بالظبط بالظبط، الناس متحمسه جدا، بس يمكن انا عشان اوريدي قبل ذا فويس كمان عملت اغاني وطنيه كتير جدا، فحسيت ان هو مش هقدر اضيف يعني فيها جديد. هو لو انا ما اعرفش الظروف ممكن تبقى ايه يعني، ممكن فجاه تلاقي الموضوع اتغير لو في حاجه ظهرت اللي هي يعني مغريه جدا جدا الواحد يغنيها، فساعتها ممكن يبقى في تفكير لجبه ليه لا. طب انا جاهز نسمع حاجه سريعه وقبل ما نقفل معاك الاتصال ولا؟ طبعا يلا بينا. طيب يمكن من الاغاني اللي كانت ناس كتير قوي بتطلبها مني اللي كنت غنيتها في قبل النهائي في ذا فويس كانت لوال جسار، ما عارف ان هي واحده، فممكن نسمع منها حته. يا سلام يا خالد، انا هشكرك بعد البرنامج كمان، حظها حلوه جدا منه. طب يلا خالد حبيبي. ما عارف والنهايه واحده، اخرها بترسي على الوحدة، مش فارقة واحد من وحدة، محدش قابل الدنيا ولا الايام، في حب يعيش باسرار، وحب بتحرقه نار، بناء على اللي نختاره حياتنا، اخترنا تفاصيلها لسنين قدام. وعيني عيني عاللي حبه الفترة دي، عايشين كده زي التمثيلية، ده ضحى بيه وده ضحية وده بلا احساس. وعيني ده مبارع دي وده لا سمعتها، ودي دبلت قدام مرايتها، ودي عملت علشان كرامتها حساب للناس. الله يخليك والله. انا عرفت ليش
ضعيفه كانوا يتغزلون فيك الحين بس عرفت ما شاء الله صوتك مره جميل. يعني هلا صار في عندك مها على صفك مو بس اليسا وهيفا. لا كلنا تغزل فيك. صوتك مره جميل. ده كل ده عن طريق تليفون دولي يعني احنا بنسمع صوت تليفون دولي. امال لو كنت معانا في الاستوديو كنت عملت ايه؟ خالد بنتمنالك التوفيق وكل سنه وانت طيب يا حبيبي وربنا يبارك لك في اعمالك اللي جايه ان شاء الله. وبنشكرك اكيد. شكرا وبشكركم كلكم على الاستضافه دي وان شاء الله نتقابل قريب كمان ان شاء الله. ثانك يو. شكرا لكم. طيب شكرا. خالد كان معانا دلوقتي بقول لك يعني تخيل ده صوته من التليفون بجد وصوته رائع رائع رائع. ربنا يعني يحافظ له على النعمه دي ونشوفه دايما في اعمال حلوه جدا الفتره اللي جايه. من الفن هنرجع لكم تاني بعد الفاصل مع مواضيع مختلفه. هنتكلم على انه في يعني في عندك كذا موضوع حرق احكي لنا في الاول وقولنا عليهم وبعدين نبقى نطلع تاني. هقول لهم يعني هيدلاينز انه شنو ممكن توصل المراه وياها انه حتى تشتري مكياج انه ممكن تسوي شيء جنوني لاي مرحله لاي مرحله توصل. واقول الخبر يعني حطت الصوره. هي واحده بالصين باعت بنتها الرضيعه عمرها 19 شهر حتى تشتري مكياج باعتها ب 7800 دولار. يعني ما اعرف شنو المكياج اللي حتشتريه بهذا المبلغ وما اعرف شلون هي وصلت لهاي الفكره انه هي تبيع بنتها حتى تشتري مكياج. يعني هي مدت يعني هي الفكره اصلا غلط طبعا انه ام تتخلى. انا بحاول لسه اسمع منك عشان احاول استوعب الخبر يعني عن بنتها. بس يعني هو البارت الثاني اللي الصدمه انه هي ما باعتها مثلا لانه ما تقدر تعيشها او ما تقدر تربيها. باعتها على مكياج يعني هذا اللي طبعا باعتها لحد عشان ياخدها فهي تحصل على فلوس. انا مش يعني باعتها العائله المفروض انه ب 7800 دولار حتى تشتري مكياج. بس يعني المكياج يعني انا توقعت المبلغ توقعت المبلغ على القليل يكون على القليل يكون شيء محرز مع انه بغض النظر شو ما كان ما راح يكون محرز طبعا. بس انه الواحد يسمع مليون يا اخي بس 7800 تروح تشتري فيهم مكياج تبيعي بنتك. وعارف ان انت بتقولي كده وانت مش قصدك انه اصلا دي حاجه يعني لا لا تمن يعني لها يعني لا تمن لها يعني تعمل اصلا غير المبلغ انه نشوف سبب لا بس هي اكيد اكيد هي امراه غير سويه. لا طبعا اكيد هي 100% يعني امراه غير طبيعيه ومخها مو معاها. يعني ما في اي ام في الحياه تبيع ولدها عشان اي شيء بالضبط. يعني حتى يعني الحيوان وهو الحيوان ما اذا احد جاي يهجم على ابنه او يعني بيهجم عليه يهجم هو عليه فما بالك انسانه وام. يعني ام مش اي كلمه ولا اي شعور ولا اي شيء. الام شيء مره كبير فاكيد هي انسانه مو طبيعيه. طبعا اكو خلل بالموضوع اكيد 100% مختله عقليا. اخبار شاهناز دايما تبقى غريبه جدا وانتوا هتلاقونا دايما بنتكلم في كل حاجه كده من فنانين لبرامج رياضيه او اخبار رياضيه. هنتكلم كمان على التكنولوجي وبنتكلم على الاخبار الغريبه. ودي اول خبر غريب. لسه عندك برضو خبرين تانيين كده. خبر ثاني هو فرح شويه مو مثل الاخبار. انا من جد الخبر الاخبار الغريبه تحزن. اكو طفل بامريكا هو يعني بعد بالمدرسه بالابتدائي سوى مثل جراج سيل هذا اللي يبيعون بيه اشياء من بيتهم. بس هو كان يبيع عصير للناس اللي دي يمرون حتى يساعد اهله يدفعون تكاليف علاج اخوه لانه اخوه عنده حاله مرضيه صعبه هي بالاعصاب. فقدر بساعتين يجمع 6000 دولار. هو بس دا يبيع عصير ودا يبيع أشياء من عنده يعني ألعابه وأشياء. وطبعاً كان مجمع أصدقائه وياه بالجراج قدام البيت وخلال ساعتين هو كان بايع أو ماخذ مبلغ 6000 دولار ما شاء الله. فهذا الخبر يعني أنا اليوم شفته من صدر. هو استخدم يعني كان عامل أنه بيقول للناس كلها أنا عايز أبيع الحاجات دي عشان خاطر أخويا بيتعالج. هو يعني كاتب على قدام الطاولة مع العصير انه هو دا يساعد اهله حتى يعني فاهم تسويق يعني برافو عليه انه هو حتى الناس يعرفون انه شنو السبب وتتعاطف وياه فقدر يجمع مبلغ كلش زين. الخبر الثالث العلاقة بسناب شات غير الخناقة اللي صارت ويا فيسبوك. انه صار عندهم تحديث جديد غير انه الفلترات دا تتفاعل ويا اشكالنا او وجهنا صارت تتفاعل ويا الصوت. فيعني ممكن اي شيء احنا حوالينا نحط عليه فهو يطلع مثل ما نشوف انه هو حيطلع من العدسه يتفاعل ويا الاوديو بدل ما بس الصوره. فصارت الفلترات على الصوت وعلى الشكل.
هو طبعا بيعملوا اي حاجه عشان سناب شات اعتقد وقع شويه. لا 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 ما ده يخسر، لان سناب شات عندنا بالسعوديه هو من اهم اللي ماشي سناب شات الخليج السعوديه طبعا بعد اهم اللي هو يعني فيسبوك. ما نستخدم يعني ما نستخدم سناب فيسبوك زي سناب شات، اكثر شيء اللي نستخدمه في الخليج بوجه عام سناب شات. ايوه بس انا اقصد انه هو نزل بس انه ستيل يعني مو عند اهل الخليج، ما نزل يحتل مركز الصداره يعني. صح 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 انا مقتنع، عارف انه في السعوديه نمبر 1 وبيستخدموه بالضبط. بشكل كبير جدا مع تويتر طبعا، مع تويتر مع تويتر ما في شيء بس الانستغرام هنا مثلا اقوى في الامارات، الانستغرام في مصر اقوى، لا فيسبوك في مصر اقوى، فيسبوك في مصر الناس بتستخدمه. ما اعرفش الدول المغرب العربي، مغرب تونس الجزائر انستغرام سناب شات. هلا معنا اتصال مع صديقتي مغربيه هي بتحكي لنا اكثر. تمام ثم كل الناس يعني مكس يستعملون كل شيء. احنا هنطلع بريك سريع ونرجع لكم تاني نكمل فقراتنا وندردش ونشوف مين اهم التطبيقات اللي الناس بتستخدمها في السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي، وعندنا مواضيع مختلفه كمان ترندنج مع ريم فهنعرف حاجات اكتر. يلا بينا على البريك ونرجع تاني. يلا بينا. مكملين معاكم مشوارنا في موعدنا شباب، وكنا بنتكلم قبل ما نطلع الفاصل على الخناقه ما بين فيسبوك فين بيستخدموه اكتر من بلدان العربيه، فين سناب شات اكتر، فين انستغرام. سؤالنا اللي هيبقى جاي مع الاتصال من المغرب او حد من المغرب عشان يقول لنا فين او بيستخدموا ايه اكتر. يعني زي ما احنا عارفين، انا عارف فيسبوك زي ما مها بتقول في مصر اكتر حاجه بيستخدمها، انستغرام ابتدى يفوق في مصر شويه، يوتيوب نايم، السعوديه يوتيوب وتويتر سناب شات، العراق العراق فيسبوك قوي جدا برضو، ما زال مع ان بحس العراق انستغرام برضو قوي يعني جداً. على الانستغرام مانا بس انا دا اشوف على الفيسبوك اغلب الناس صايرين حتى بسوريا فيسبوك سوريا سوريا فيسبوك ضارب اقوى حاجه، بعده بيجي الانستغرام والسناب شات. ممكن لا الانستغرام وسناب شات نحن عندنا بسوريا قصه طويله فئه معينه يعني الانستغرام تحسها شبابي اكثر وسناب شات شبابي اكثر، بس فيسبوك كل الناس بيه. طب ايه افضل تطبيق اصلا لكل واحد فيكم عامه؟ انا بحب انستغرام مثلا عشان يعني الناس انستجرام. بس وانا انستغرام يعني بتقول صور حلوه بتشوف صور حلوه يعني. انا سناب شات سعوديه شو اسوي؟ طيب المكالمه جاهزه ماشي. احنا معانا اتصال دلوقتي. الو 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 هاي دينا. هاي كيفك؟ الحمد لله. وانت كيفك؟ جود حبيبتي. بس حابه اخبركم انا من ساعه كنت مع دينا هي عملت لي الميك اب تبعي، بس نعرف الجمهور عليك دينا. دينا من اعز اصدقائي ومن اعز اصدقاء قناه الان. دينا بيوتي انفلونسر سيلبرتي ميك اب ارتست، وعملت برنامج بدون فلتر تجميل تجميلي بشكل عام مع قناة الآن. اي مرة احب الميك اب ما كيف بتحبك دينا؟ انا مرة احبك واحب الميك اب حقك صراحة يعجبني. ثانك يو سو ماتش. انا بعمل لكم ميك اب كل ياكم حبيب. لا انا مش عايز ميك اب. انا انت اكثر واحد لازم تعمل ميك اب تحت عينك للدرجة دي انا وحش. المهم كيف رمضان معكم؟ والله جماعة بتحدثنا دينا حبيبتي. دينا أنت كيف رمضان معك؟ الله يعينكم. أي والله الله يعيننا فعلا كثير حلو وصراحة شباب وأحلى شباب حبيبتي. عيونك الحلوة. دينا بس أول سؤال، نحن كنا هلأ عم نتناقش مثل ما سمعتي على التلفزيون، إن شاء الله تكوني سمعتي actually. كنا عم نقول أنه بكل بلد في ميديا بلاتفورم مستخدم أكتر شيء. بالمغرب شو اكثر سوشيال ميديا بلاتفورم مستخدم؟ اي وين اي محل انت مثلا بيجيكي كثير فيوز؟ سناب شات انستغرام فيسبوك؟ بعرف انت فيسبوك ما كثير، بس الانستغرام وسناب شات كيف؟ هو في بعض عالم يعني بيستعملوا فيسبوك كثير حتى بيجوني ريكويست، بس انا الفوكس تبعي كله بالانستغرام وسناب شات. I think this is the most followed platforms يعني بالمغرب وحتى بالعالم كله صراحه. بس السناب شات كنا عم نتناقش انه نزل، بس انا بشوفك انا لاني بشوف دينا كثير، دينا دائما ما شاء الله يعني شيء از كثير اكتف على ان كان على التي في ولا على السوشيال ميديا بشكل عام، عندها ما شاء الله على السناب شات كثير فيوز وعندها على الانستغرام
كتير فيوز. دينا محبوبة قلوب أهل المغرب بشكل عام، وحابة بس تحكي لهم عن الانسبيريشن تبعك. ونحن سؤال الحلقة اليوم بيقول إذا في شيء أنت مثلا ممكن هيك ترجع يرجع فيك الزمن لورا بتندمي عليه ولا ما بتندمي عليه، ولا شيء ممكن تغيريه أو يعني كان ممكن تغيريه، احكي لنا. بحكي لكم. اوكي، اي ثينك انت عارفه القصه وكيف انا يعني انا انسانه كثير. انا بعرف الجمهور ما بيعرف. جايلك في السكه. انا يعني انسانه كثير بوزيتيف بالحياه، سواء زمان سويت شيء كان يمكن شيء مر بحياتي بشع او حلو دائما باخذ منه ايجابي، فما بندم. انا هيك فعلا. ما في شيء لازم نندم عليه، بالعكس لو غلطه سويناها لازم ناخذ منها الايجابي ونصحح يعني للفيوتشر. ف اي ثينك يعني انا هاي الانسبيريشن تبعي، وانا دائما بحب الشغلات الكرييتيف، دائما بحب الجديد، دائما بحب يعني اشارك مع جمهوري او مع الفولورز تبعي دائما شغلات حلوه وايجابيه. Very nice دينا. That's a very nice story. حدا منكم حابب يسأل سؤال؟ أنا عايز أسأل دينا، كنا بنتكلم على البطيخ والشمام اسمهم إيه؟ كنت عايز أعرف في المغرب اسمهم إيه؟ هو إحنا البطيخ عنا هو الشمام، أوكي؟ برضو؟ طب أنت عند دينا دينا؟ والبطيخ اللي هنا اسمه الدلاح. الدلاح مين؟ إيه؟ إيش؟ دلاح. دلاح. ده الشمام ولا؟ البطيخ. دلاح. 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 أوكي. دلاح بالدال. اوكي. طيب سؤال برضو على الميك اب بقى، عشان احنا الاسئله دي يعني بما انك شفتي بقى. بالنسبه للسواد اللي تحت العين، ممكن الواحد يحط ايه قبل ايه ويحط ايه بعد ايه؟ هو لازم تعمل بيكن عشان الكونسيلر ما يكسرش من تحت عيونك. وبدك كاركتر كونسيلر. هم قالوا لي في المعلومتين دول، بس انا باجي لك تشرحي لي بقى اكتر يا دينا. خلاص من عيوني. في ميك اب معين لرمضان الناس لا 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 دخلك هذا السؤال، انسالوا كثير ناس قعدوا يحكوا شغلات كثير نيجاتيف على السوشيال ميديا، فبلا ميك اب رمضان هذا يعني ننسى شوي. احنا مكملين معاك يا دينا، وبنشكرك على الاتصال بينا والتواصل معنا. ثانك يو دندون. شكرا. باي باي. طيب انا بالظبط كويس انت قلت كده، عشان كنت بقول على الفكره بتاعت الناس اللي بتسال سؤال غريب ده. كتير 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 يعني اشياء نيجاتيف لدرجه انه بيقولوا لك انه والله جلام سحور او جلام فطور. يعني على اي اساس الواحد عم يعمل جلام على السحور والفطور؟ انه خلص يعني انتوا عم تعملوها بس خلوها مثل بيقولوا لوكي يعني خلص. بلا ما يعني نقعد نعلن عنه. كان في احدى البراندات كمان يعني طلعوا فيديوز بس في صار يعني كثير نيجاتيف ريفيوز عليهم، لانه قالوا انه كي على اي اساس عم تطلعوا تقولوا انه هذا شيء لسحور، انه صار بدكم بس بدكم اديشن زياده، كاتيجوري زياده تحكوا فيها، ما انه ما في داعي يعني. ف كثير اخذت نيجاتيف كومنت، يعني كثير نيجاتيف فيدباك اجا كثير. موضوعنا لسه مكمله وعندنا قصص كتير بنتكلم فيها دايما. عندنا كنا بنتكلم من شويه مع شهناز على فكره الطفل او الام اللي بعت طفلها عشان خاطر مكياج، وشوفنا هواس كتير. ريم عندها الترندنج بقى نيوز، فهي أيوة. دي اللي ممكن نبتدي نتكلم فيها. بعد المكالمه مع دينا حابه بس الا ثانك يو دينا لانك اتصلتي فينا، وانا حابه انتقل ل شيء انا بكل صراحه بفتخر فيه، انسانه انا كثير بفتخر فيها بالعالم العربي السوري وبالفن السوري. دانا مارديني هي ممثلة سورية صغيرة بالعمر، بلشت صغيرة بالعمر وبلشت من حوالي 4 أو 5 سنين، وقدرت توصل لمواصيل كتير كبيرة لدرجة انه هي ما بتعرف تستخدم سوشيال ميديا، ولكن هي معروفة على نطاق كبير وواسع. دانا مارديني اخذ دور كتير قوي وكتير صعب وكتير حلو برمضان هي السنة، ومن الأدوار اللي تداول مقاطع مختلفة منها ومن قوة أدائها على مواقع التواصل الاجتماعي. ياريت فينا بليز نشوف الفيديو. من الوقت اللي فاتت على هذا البيت كانت ساعة سودة، وقت اللي داست هذا البيت ساعة سودة، كانت ساعة سودة وقت اللي تعرفت فيها عليك وعلى مرتك،
أنا شو عملت؟ ذكرها أنا استقبلت كان بكل حب. شو عملت حتى أتلقى هيك منكم؟ من قلبي، من قلبي بتمنى، من قلبي تتعذب بأبرة نص ربع عن العذاب من اللي عم بتعذب بكل تكلي وبكل دقيقة وبكل ثانية. ولا أنت جاي، أنت جاي هلأ ما تفهمني؟ ما أنا وياك بنفس الخبصة. خايف ليش؟ جبان لأنك، وأنا ما بدي جبان يكون عندي هون بالبيت. شو عم تعمل هون؟ روح سامي، روح ولك روح روح. يعني تستاهل توقف بين عمالقة ولا لا؟ طبعاً عجيب مرة تستاهل. تمثيلها كأنها ما قاعد تمثل، كأنها من جد يعني. إنه واضح إن الخناقة كبيرة يعني. لا لا أنت مش عارف أنت كأنها تمثل يعني. أنا أشوف هذا المسلسل. لا بس هي فعلاً، لا أنا حس إن هي واحدة فعلاً هو جوزها. دائماً دائماً. لا مش جوز. حبيبها يعني أو. لا. هو جوز. البنت اللي جوزها خانها معاها. أوكي. يبقى خاله. لا هو كثير فات فايت ببعضه هذا المسلسل، بس دانا مارديني دائما ادواره بتاخذ هاي الادوار لانه عملاقه. في مسلسل اللي انا ما بعرف اذا انتم حضرتوه اسمه الندم، كان من سنتين مو السنه الماضيه. هذا مسلسل انا بالنسبه لي مستعده ارجع احضر ارجع احضر ارجع مع انه كله نكد واسود ابيض ما قصه النكد واسود وابيض، بس الدور اللي بيعيشك فيه ان كانت هي ولا محمود نصر اثنيناتهم كانوا. بس انت قلتي حاجه مهمه قوي من شويه دلوقتي خليتي فعلا افكر فيه. ممثلين كتير او رياضيين او ناس بتغني واتيفر يعني المشاهير، مش هم مش يعني طبعا السوشيال ميديا بقت مهمه، بس انت بتقولي يعني هي ممكن تبقى معروفه جدا على قاعده جماهيريه كبيره وهي مش حابه، مش السوشيال ميديا، مش حابه الانستغرام. هذا هو القوه. انا برايي هون ببين انا هذا، ما هي هي انا هي الفكره اللي انا بدي احاول اوصلها، انه ما ضروري الواحد يكون بس منظار على السوشيال ميديا. الواحد ينظروا له على السوشيال ميديا شكلا ويصيروا بدهم يصيروا مثله وشكله وما بعرف شو وهالقصص هاي. لا انا عم اقول انه انت تحب ممثل ل طريقه انه كيف يحط المشاهد بالموقف اللي هو عم بيعيش ويخليه عم بيحس ويمثل معه هذا هذا الدور او يحس حاله يعني عم بيحس فيه يعني. هذا شيء مو اي ممثل ولا ممثله بتقدر انها تحطه على هيك على على عيون العالم. ما يعني ما انا شغله سهله انك تحسس المشاهد بقيمة هذا الدور أو بإحساس هذا الدور. دانا مارديني من أشطر من أشطر الممثلات السوريات اللي أنا عن جد بفتخر بأدائها. بس هي المشكلة إنه كتير منهم بيضطر يعتمد على السوشيال ميديا لأنه لما بيبان إنه في رقم كبير فبيبتدي المنتجين أو المخرجين يعتمدوا عليهم في أدوار، بالرغم ان في ممكن يكون ممثل اشطر منها في الدور ده بس غايب عن السوشيال ميديا لانه حقه كامل انه يبقى كاريه. وفي ممثلين كتير او مغنيين كتير بيعتمدوا على شركات بيقولوا امسك لي السوشيال ميديا. مجرد ما انها طلعت بدور قوي من اول مره والمخرجين تعرفوا عليها خلاص ما محتاجه السوشيال ميديا ولا لا. بس السوشيال ميديا وسيله تسويق طبعا. هي طبعا بس خلاص يعني ممكن هي فاتت بمجال ده تطلع على التلفزيون ف أصلاً أكو ناس دا يشوفوها ودا يعرفوها. عندها قاعدة جماهيرية يعني. بيعرفوها من قوة تمثيلها. شركات الإنتاج بيوصلوا لها بدون ما تكون هي مشهورة على السوشيال ميديا أساساً. الدور أو الأدوار اللي هي عم تأخذها وعم بتمثلها وعم بتورجيها للعالم بتحكي عن حالها وبتحكي عن نفسها، فهي ما أنا مضطرة أنا لا تعمل دعايات برا ولا مضطرة أنا تروج حالها أو تسوق حالها على السوشيال ميديا. فتحت اليوم على صفحتها عندها 50,000 فقط. لا أنا لدرجة انصدمت صرت. مستحيل هاي صفحتها كذا الاكونت بتاعها. لانه هي طلعت تحكي باحدى الفيديوهات عم تقول انه معلش يا جماعه بتعرفوا انا قلت لكم من قبل اني انا ما بفهم بهالشغلات ما خرج حتى مكتوب انه مو هي اللي متوليه مسؤوليه الاكونت يعني مو هي اللي تنزل الصور. لا مش شرط تكون ما بتفهمش، ممكن تكون مش حابه يعني. في ناس في مشاهير على فكره كثيرين مش قادر يصرحوا وقالوا احنا ما نحب السوشيال ميديا، وساعات مثلا مدراء اعمالهم
يطلبون منهم هذا الشيء فيقول له خلاص انت امسك لي. اه بالضبط. اه لان هي في مش عايزه اتصور وانا كفايه عليا التركيز بمهنتي، لان السوشيال ميديا بتحتاج تركيز كبير جدا طبعا. يعني بتحتاج اهتمام بالصور واهتمام بالمحتوى بتاعها، خصوصا لما تبقي شخصيه عامه ومشهوره ومعروفه. نرجع لتمثيل، انا شكلها قريب شويه من كيت وينسلت. ما بعرف، ما حسيتوش؟ ما حسيت شويه يعني بنحضر صورتين كده، انا حسيت ان هي شكلها قريب منها شويه. ممكن. وهي في رمضان ده المسلسل. بس انت وصلك الاحساس بدون ما تعرف المسلسل صح؟ اه طبعا. يعني من تمثيلها حسيت بالعذاب اللي هي بيه والحزن. لا ما هو الصريخ والزعيق مش صوت عالي وبس، هو في مشاعر بتبان. فهي اعتقد اتقنت شويه دور ان هي تروح وتيجي وطلعت ونزلت. يعني لو كان المشهد كمل بعد دقيقتين عادي تشوفني انا جنبك قاعده ابكي، لان مره اثرت فيني. آه. يعني لا لا هو فعلا، لان هي راح يعني في ممثلين بيطلع يصرخ، هو انا ممكن اصرخ اي انت لو قلت لي قومي صرخي دلوقتي تصرخي، لكن بالظبط مين اللي بيروح ويجي يوديكي في المشهد؟ لان انت في الطبيعه لو فكرتي في نفسك وانت متعصبه على حاجه بتسكتي وترجعي تزعقي وتبقى مش بتزعقي وبس يعني طبيعه البني ادم او الانسان بيبقى عامل كده. هنطلع بفاصل ونرجع نكمل لسه الترندنج نيوز، وعندنا السكتش وعندنا اللعبه كمان، فتعالى نطلع بريك ونرجع لكم تاني سريعا. يلا بينا. يلا بينا. رجعنا لكم تاني في موعدنا شباب، وسؤال الحلقه بفكركم بيه، والنهارده لو الزمن بك رجع شويه لورا، ايه الحاجه اللي ترجع تغيرها او تغير اللي انت كنت هتعمله يعني، او اللي انت عملته اوريدي ومشيت فيه؟ كل واحد فينا ادى كده مثل او على حاجه كان ممكن يغيرها. انتوا كمان تقدروا تكلمونا على ارقام التليفونات. وبناء على طلب الجماهير رجعنا تاني لبدون كلام، عشان كنا عايزين نلعب العاب تانية، وبكره هنبتدي نغير من الالعاب. انتوا كمان قولوا لنا بتلعبوا ايه وايه الالعاب الحلوه. انا عايز العب معاكم اسئله عامه ومعلومات عامه قوي تبقى حلوه، بكره نقدر نعمل. بس النهارده هنلعب بدون كلام مع بعض في موعدنا شباب. فانا همثل مها وريم هتمثل شهناز، ونشوف مين اللي هيكسب النهارده. وانتوا كمان حاولوا تعرفوا الفيلم واحنا بنمثله. اوكي. ثلاث كلمات فيلم. الأولى، الثانية. على. أوكي. الأولى، نايم. نام. هتنام. نعسان. عايزة نام. ها أوكي بالهداوة. أوكي. نفسي أحلم. حلم. الثالثة، هذا السهل وأنا قلت لك. الثالثة، وحش. يخوف. وحش. عفريت بالمصري بقى. الأولى، نايم. هذه يا جماعة ولا إيش؟ نايم. غيبوبة. شو يعني هاي؟ يعني إيش؟ قبل نمت قبل عايزة أقول لك على قبل. خلص الوقت. ما خلص. ما خلص. ما خلص. على نايم. نفس نايم على المخلص. حسن ما خلص الوقت. قبل بعد 20 ثانيه. قبل. اوكي الثانيه. هذه الاولى. يا ربي. الثالثه خلصت. ايش هو؟ تصبح على خير. بالله شو قبل النوم بنقول ايه؟ سهلة أوي. لا على فكرة أنت كثير عقدتها. يعني ما كثير عقدتها. يعني في فيلم أصلا اسمه تصبح على خير. كريم عبدالعزيز. وأنا أقول لك فيلم سهل. كريم. حبا للجهل. طيب بس. المهم.
تصبح على خير كده وركزي سوي كده سهل كثير هجيبها راسا مسلسل صح دي نسيتها كلمه واحده برمضان الندم لا 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 ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده دي سهله قوي يعني انا ما اعرفش المسلسل كنت عارف ايه ده صعبه انت انت اللي جايب الفيلم انا حسيت تصبح على خير دي سهله قوي يعني دي تصبح على خير بامانه بذمتك انت انا بقول لك قبل النوم شو بنقول شو بنقول راضي عن نفسك انت مقتنع باللي سويته انت مقتنع بنفسك هي سؤال رد عيني هي قالت لي حاجه المفروض اعمل كده ماشي انت وحسن انت وحسن قلتوا الندم بنفس الوقت فماني عارفاني اذا انت قلتيها ولا هو لا انا بالحركه يعني انتوا لو بتمثلوا تصبح على خير هتعملوا ازاي انا راح اقسم ال ايوه دي واحد عايز ينام هتقعدي تقولي لي نام واحد هينام تصبح على خير ايه ايوه صح خلاص مره جاي تمثل الله يخليك اه فعلا هي دي اللي عماله تكسب نعمل 15 صفر تقريبا هذه لازم يعطونها اعلى راتب انها كسبت في اللعبه بدون كلام هنلعبها معاكم الفتره اللي جايه كمان مشاهدينا نبتدي نمثل بقى على الكاميرا ونشوف المشاهدين ممكن يتواصلوا لا انت جاهرني ترى انا بعدها مصدومه مدهوره منك على موعدنا شباب دايما في قناة الآن هتلاقونا بنلعب ألعاب مختلفة بنتكلم كمان في مواضيع مختلفة زي ما قلت لكم في مجالات مختلفة من الحياة بنتكلم عن الرياضة والجديد والترندنج عندك ترندنج تاني يا ريم غير القصة بتاعت الممثلة السورية بصراحة لا نحن انتقلنا يعني على اللعبة المفروض ما خلصنا ترندنج بس هي الفكرة كنا بنتكلم على التمثيل وبنتكلم على ازاي كان دورها متقن في ممثلين كتير في شهر رمضان بحس اكتر الناس بتبان في تمثيلها وادوارها ازاي بتمثل بشكل كبير اللي بيعمل دور شر ولو انت كرهتي اللي أو بيمثل او حزن او حزن او حزن دور أو حزن الحزن ممكن انا بتكلم في الشر اللي هو الممثل لما بيقدر يوصل للمشاهدين انه كره الناس فيه يبقى هو اتقن دور يعني مثلا افتكر من 5 سنين مثلا كان في مسلسل بتاع آدم بتاع تامر حسني وماجد المصري وكان ماجد المصري ضابط مفتري وتامر مواطن وماجد المصري كان شرير بزيادة وكان طالع بدور شرير فعلا كرهته يعني أنا لو كنت عايز أشوف ماجد المصري كنت أقول له أنت إزاي تعمل في تامر كده فده بيبقى الواحد وصل أو الممثل وصل هذا دليل بالضبط زي ما أنت قلتي أدوار الحزن برضو بيكون محتاجة الممثل يخش في مود الحزن نفسه الحزن حتى يبين مشاعره يعني مو بس تمثيل وخلاص انا بالنسبه لي صراحه اغلب الادوار تحتاج الى مجهود خصوصا حتى الكوميدي يعني مو اي احد يقدر يضحكك يعني صح. مستحيل يعني في ناس بس اكو الادوار السهله مثلا اللي واحد بمكتب او واحد يعني دوره مو شيء اساسي هذه الادوار الثانويه انا اتكلم عن الادوار الرئيسيه هو يعني هم يختارون الشخصيات الاساسيه حسب دور الحزن او الهاي ف ما انا قصدي ارجع واقول انه مثلا اللي الدور الكوميدي انه مو اي احد يقدر يضحكك في ناس يحاولون انهم يضحكونك بس مهما كان دمهم ثقيل يعني ما تقدر حتى تضحك يعني ما فيك ما خرجي مسلو كوميدي فهذا بالعكس بعد انا اشوف انه الحزن طبعا صعب بعد الكوميدي اشياء صعبه فالتمثيل مو اي احد يعني بس بكل صراحه بالنسبه لي انا التمثيل الممثل الشاطر هو اللي قادر يمثل جميع الادوار ادوار طبعا يعني ان كانت الكوميديه ولا الحزينه ولا الشريره ولا الطيبه ولا المظلومه جميع انواع التمثيل وقليله تلاقيها بكثير ممثلين وانا شايفه دانا مرديني بكذا دور وهي مثل جميع الادوار وفعلا انها رهيبه بجميع الادوار انا نفسي قوي بعد رمضان احنا هنطلع لفاصل بس نفسي قوي فعلا قبل الفاصل ما نطلع له يعملوا في اخر شهر رمضان خسر بسبب اعمال دراميه كتير يبقى في زي الاوسكار لا اعمال رمضان فقط يبقى في مسابقه كبيره جدا او حاجه كبيره يلا جدا يلا بلش نظمها انت عايزين انفستور لو سمحت انفستور هنطلع فاصل ونرجع لكم على طول في موعدنا شباب نكمل معاكم على السكتش بقى لا بجد اقصد انه فعلا يبقى في احسن ممثل في رمضان لازم. احسن هي بتبقى يعني بيعملوها بعد سكتش
رجعنا لكم في موعدنا شباب على قناة الآن كل يوم من الساعة 6:30 للساعة 8 بنكون معاكم في لايف مباشر على اليوتيوب ولايف على التلفزيون طبعا ولايف على ايه تاني على الراديو الراديو الآن تقدروا تسمعونا على الراديو لو تسمعونا تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق السوشيال ميديا اكيد هتلاقوها الآن تي في على الفيسبوك وانستجرام وتويتر واليوتيوب كل مواقع التواصل الاجتماعي. دلوقتي بتيجي فقرة السكتش نتفرج على السكتش ونشوف السكتش دلوقتي ونرجع نكمل بقى بالتحليل بتاعنا. يلا حاج حاج انت سامعني؟ ايوه يا زين. مالك حاج انت كويس؟ كويس يا اخي بس سرحان شويه. المهم رجعت المناقصه دي؟ اه رجعتها عدت على كل حاجه وانا اشرفت عليها بنفسي. تمام المناقصه دي مهمه جدا بالنسبه لي. ان شاء الله خير يا حاج ان شاء الله خير. المهم انت طمني عملنا ايه في المناقصه الاخيره؟ مش بتاعتنا. مش بتاعتنا ازاي يا حاج؟ ده احنا مقدمين اقل سعر. رسيت على مين بقى ان شاء الله؟ هو في غيره؟ احمد مرعي. احمد مرعي؟ هو الراجل ده ما هوش غيرنا يا حبيبي. انت في سوق يعني كل واحد عايز مصلحته. بس يا حاج احنا مقدمين اقل سعر يا حاج. هيبيع فيها ازاي ده؟ ده لو قصد يخسر مش هيعمل كده. مش هيخسر ازاي يا حبيبي؟ ده ما بيخسرش. ازاي يعني؟ هيتلاعب في بنود المناقصه ويغير في المونه والمعدات. العيب كتيرة بيعملوها. بس ده بقى اسمه غش يا حاج. اثبت. طب والعمل؟ ان شاء الله انا حاطط امل كبير في المناقصه ديت. ان شاء الله المناقصه اللي جايه دي هترسى علينا بدون مقاطعه. بس بس احنا معناش فلوس ندخل المشروع. تدبر. تدبر ازاي يا حاج؟ انا عارف البير وغطاه. هناخد قرض. طب والبنك هيرضى؟ اي بنك يرضى يمول المشروع. ابسط يا حاج الناقصه رسيت علينا. الف مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك ليك يا بطل. الله يخليك يا حبيبي. انا اول ما الناقصه رسيت علينا عملت زي ما انت قلت لي بالظبط. طلعت على البنك قدمت على قرض وان شاء الله في لجنه هتيجي تفحص المشروع قريب. ربنا يستر ويوافقوا على القرض. انت مش قلت لي يا حاج ان هم يوافقوا من غير اي حاجه؟ قعدت تقول لي انا راجع الورق. مرعي واخد قروض كتير قوي من البنوك. يا دي مرعي مفيش سيوله في البنوك. ممكن موقفنا يبقى وحش وما ناخدش القرض. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير يا حاج. ان شاء الله خير. ربنا يستر. اهم حاجه رجعت المناقصه دي كويس؟ رجعتها وقريت الكراسه وكل حاجه تمام. بس في مشكله. شفت ميعاد التسليم صح؟ ميعاد قريب قوي وده اللي قلقني. البنك لو ما طلعش القرض هندفع الشرط الجزائي واحنا مش قده. السلام عليكم. خد يا حاج اشرب. اشرب. انا قايل فتحيه تحط لك اصلا كوبايه. اشرب يا حاج. مش عايز اشرب. انا جايبك في موضوع اهم من كده بكتير. خير يا حاج. طمني طمني يا خير. مش عارف والله اذا كان خير ولا لا حبيبي. مش عارف في ايه يا حاج. الموضوع له علاقه بالبنك بالمشروع في ايه؟ طمني يا حاج. بص يا زين من ناحيه البنك كده كده البنك بيماطر ودي مفيش فيها مشكله. تمام. اول علاقه بالمشروع. طب ايه؟ طب يا حاج رسيني عشان معاك على الخط كده يا حاج. في ايه؟ في حد عايز يمول معانا المشروع. الله. طب الموضوع حلو اهو. امال ايه المشكله يا حاج؟ حلو. طب ما تسالني مين الشخص دوت. اوعى يكون احمد مرعي. طب وايه مصلحته في كده يا حاج؟ انت طول عمرك بتقول لي ان هو نفسه يقفلها بفضيحه. شايف ان هو دلوقتي لما يشاركنا واحنا اسمنا موجود ان هو كده بيقول لك هلم الشمل من اول وجديد. يلم الشمل ازاي لما مؤاخذه؟ ايه يعني عنده بنت عايز يجوزها لك؟ لا بس تتخيل ان هو عنده ولد وعايز يجوزه لمنى بنتي ويديني قدامها الفلوس. يجوزه لمنى؟ شفت الصدمه اللي انت اتصدمتها؟ وانت ازاي يا حاج وقت ما قالك كده ما قلعتش في رجلك واديته على دماغه بيه؟ مين قالك ان ما كنتش عايز اعمل كده يا ابني؟ دي بنتي. بس انا مش شايف ان ده الحل. امال ايه الحل يابا؟ اتفقت انا وهو يدينا 24 ساعه نقعد نفكر. تفكر في ايه؟ تفكر في ان انا نبيع له منه؟ يا ابني وطي صوتك يا ابني. انا جايبك عشان وانت نقعد نتناقش مش عشان نقعد نزعق. نتناقش في حقيقه يا حاج؟ الموضوع ما فيهوش مناقشه. يا زين يا زين احنا معانا وقت نفكر فيه. انا عايز احل. انا يا حاج يا حاج نفكر في ايه يا حاج؟ يا حاج الموضوع ما فيهوش تفكير. خد بالك يا ابني دي بنتي. انا اكتر واحد محتاج ان انا افكر فيها برضو. مش انت اللي هتخاف عليها اكتر؟ امال انا جايبك ليه؟ مش عشان نحل مع بعض سوا؟ الموضوع ما فيهوش تفكير يا حاج ولا في مناقشه. معلش يا حاج انا اسف انا مش قادر اكمل الموضوع. استاذنك يا حاج. يا ابني اهدى يا ابني. يا ابني رأى. لا اله الا الله. هعمل انا ايه دلوقتي يا ربي؟ بابا هو في ايه؟ زين ماله؟ مفيش عندنا بابا شويه مشاكل في الشغل كده على الشغل متضايق شويه. اصلا انا حاسه بحاجه غريبه يعني ما بيردش عليا وجه هنا من غير ما يسلم عليا. مش فاهمه. مش هو عندنا بس شويه مشاكل كده في الشغل ف
ان شاء الله ربنا يحلها من عنده. ما تشغليش بالك انت يا بابا. طب ما تحكي لي لو في حاجه، يعني انا عايزه اسمعك. انت عارفه ان كان عندي مشروع و لازم اسلم المرحله الاولى في اقرب وقت، البنك عمال يماطل معانا عشان يطلع القرض. طب وايه اللي هيحصل لو ما سلمتوش في ميعادكم؟ هتحجز على الشركه، تطلع في المزاد اللي عني وتتباع. طب اكيد في حل تاني. في يا بابا حل تاني، بس انا ما اقدرش اوافق عليه. في حد عايز يمول المشروع بس عنده شرط. طيب ايه؟ عايز يجوزك لابنه عشان يديني فلوس. انت قلت له ايه؟ انا عمري ما اقدر اخسبك على حاجه يا منى. طب وزين عارف بالموضوع ده؟ عارف. وقال لك ايه؟ ده زي ما انت شفتي ومشي و مش عارف اعمل معاه ايه. انا فعلا مش عارف اعمل ايه. انا عمري ما هسيبك تدخل السجن. بس معاك يا بابا تفكري، وخليكي عارفة ان انا عمري ما هخصبك على اي حاجة. ايه اللي هيحصل يا ترى؟ والسكتش النهارده حلو برضه، في قصه حلوه وفي فكره. بس هنحط نفسنا مكان مين؟ الاب ولا البنت؟ انتوا حطوا نفسكم مكان البنت. وانت الاب؟ انا الاب جوزيه. انا مشروع. انت لو مكان الاب ايش تقول؟ ايه دي عليا؟ ما بهرج يا جماعه، ما تخشنيش كده. انت لو الحين تقول لي انت لو مكان ايش تسوي؟ انه هي الفكره كلها المشروع يعني مهم، بس مشروع الجواز اكيد ما ينفعش يخلص بالطريقه دي. يعني ما فيش يبتدي في الطريق، مش يخلص، يبتدي في الطريقه. طيب. دي لا طبعا، يعني هضطر اقول له مال المشروع مال بنتي. يعني وايه بقى اصر عليك؟ او ده ما لقيت حل غير اشوف البنك عندهم حد يتجوزوه. طيب خلينا نشوف الجزء الثاني من السكتش وانا هكمل. منى انت موافقه تتجوزي الراجل ده؟ على فكره بقى انا مش مصدقك يا ابني. عيب اللي انت بتعمله ده. العيب يا عم انك تبيع بنتك لواحد عشان خاطر الفلوس. الزم حدودك، انا اخاف على بنتي اكتر من اي حد. المشكله انها بنتك، والمشكله انك بتخاف عليها. مش عارف ازاي قلبك طوعك تبيع بنتك لواحد. انت لسه صغير مش فاهم حاجه. مش فاهم حاجه؟ كل اللي انا فاهمه انك هتخليها تتجوز واحد غصب عنها. اذا كانت هتعمل كده بس عشان خاطر ابوها يبقى بنت اصول. انت كنت فاكر اصلا انا ممكن اوافق على حاجه زي كده؟ مش فاهم يعني ايه تولع الشركه باللي فيها. انا عندي اهم حاجه سعاده بنتي. بابا انا مش عارفه اقول لك ايه. ان شاء الله الامور هتتحل يا عم. انتوا ليه محسسيني ان البنك رفض؟ كام يوم كده وان شاء الله الامور هتتحسن وهيوافق. قولوا انتوا بس يا رب. يا رب فرحوني انتوا بس بيكوا ان شاء الله. شفتوا اللي حصل اهو؟ شفتوا؟ هو هي كانت موافقه تتجوز والاب هو اللي كان رافض. شفتي؟ البنت بنت اصول. الحمد لله على قولتها. عامه يعني قصه بتبقى كتير موجوده اللي هي لازم نجوزك البنت بنت رجل اعمال صاحب رجل اعمال عشان يعني نلم عشان المجتمع عشان لا وفلوسنا ومشاريعنا وكده. كان نفسي يبقى في ليه يا بابا ما جوزتنيش بنت رجل اعمال. او نفسي اللي هو لا انا لو هضيع مش هضيع لوحدي، انا هضيع وكلكم معايا. لا اتأثرت مره كبير شكلك. لا ما اتأثرتش، بس يعني الموقف كله. انت كنتي لو مكان البنت هتعملي زي ما هي عملت كده وتضحي عشان خاطر باباها؟ انا عشان خاطر ابوي اسوي المستحيل واي شيء يعني. مو بس انا مسوي المستحيل بس عشان ممكن افكر بحل غير هذا الحل. يعني ممكن الاقي شيء احسن. اذا ما لقيت فقدت الامل خلاص. هي الفكره كلها ابن الراجل التاني ده بيتجوز اي حد كده. شكله بايعها. يعني ما عندوش. انت يا ريم ايه شكله هيك؟ بتعملي ايه كنت؟ ياه الهوى اللي هبه. نفس الشيء انا عشان خاطر ابويا اعمل اي حاجه، بس انا واثقه انه ابويا ما بيعملش حاجه زي كده معايا. ما اكيد مش بنتكلم على ما فيش حل.
عامه يعني ما بعرف يعني كنا في السكتش كل يوم هيكون معانا سكتش زي ده ونتفرج على قصه مختلفه وكل يوم هنكون معاكم من الساعه 6:30 للساعه 8 في موعدنا شباب على القناه الان مواضيع مختلفه في كل مجالات الحياه نشوفكم بكره ونتمنى لكم طبعا بقى سهره كامله فيها سهره سعيده سهره سعيده وتسهروا كويس يا ريت تناموا قيلوله عشان ليش تقشر عينيك ده كان انا اللي قلت قيلوله يا ريت تشربوا ميه عشان بشره الجافه يا ريت تقشروا عشان ناس على قيلوله اشروا عشان ناس طيب انا هطلع باي باي ونشوفكم بكره في نفس الميعاد باي باي هنطلع باي باي هنطلع باي باي